بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وحيا جميع مشاهديكم الكرام، وحيا الله كادر القناة، أو حيا الله الشعب السوري الشقيق. الحقيقة الأجهزة الأمنية أصبحت اليوم في يقظة وفي جهوزية تامة تماما، خصوصا أن هنالك قاعدة بيانات مشتركة أصبحت بين كل الأجهزة الأمنية. المطلوب لدى الأمن الوطني هو متوفر معلوماته لدى الاستخبارات العسكرية، والمتوفر لدى الأمن الوطني والاستخبارات العسكرية متوفرة بيانات لدى المخابرات، وكذلك المطلوب لهذه الأجهزة الثلاثة متوفرة بيانات الاستخبارات ومكافحة في وزارة الداخلية وبقية الأجهزة قوات الحشد وكذلك قوات جهاز مكافحة الإرهاب. فبالتالي قاعدة البيانات المشتركة التي توفرت بها جميع المطلوبين لدى جميع الأجهزة الأمنية، وما هي آخر التطورات وأماكن تواجده وأين ينشط وتحركاته، فبدأت تحفز بقية الأجهزة حينما يكون هنالك مطلوب لجهاز معين، وبالتالي بتحديث قاعدة البيانات أن هذا المتهم ينشط في مناطق معينة هي ربما خارج صلاحيات جهاز الأمن الوطني وتقع ضمن صلاحيات الحشد الشعبي، أو تقع ضمن صلاحيات جهاز مكافحة الإرهاب، أو تقع ضمن صلاحيات جهاز آخر. فبالتالي أصبح الجهاز يحي ويعرف تماما أنه المطلوب لدى جهاز معين ومتوفر وموجود ضمن رقعة جغرافية قاضية عليه، ويتابع تحركاته من خلال عناصره. هذا ما دفع للأجهزة الأمنية أن تعمل بأريحية تامة وبدائرة استخباراتية مغلقة معروفة لدى الأجهزة الأمنية وغير معروفة لدى العدو بالنسبة اللي يرصد أو الذي يرصد تحركات الأجهزة الأمنية. فأعتقد يعني اليوم وصلنا مرحلة من الجهوزية مثل ما قلت تامة، وكذلك الانكسار الواضح لدى عناصر داعش الإرهابي. فبالتالي جرذان داعش أصبحوا عملة غير مرغوب بها. الأهالي والوطنيون وأبناء الشعب العراقي يصبحون عناصر ومصادر لدى الأجهزة الأمنية حينما يستشعرون أنه هنالك خطر من قبل هذا التنظيم المتطرف، وهنالك عناصر يتعاونون مع التنظيم في مكانات معينة، يقومون بتزويد الأجهزة الأمنية مباشرة بأي مستجدات. هذا ما سهل عمليات إلقاء القبض على المطلوبين، وكذلك حاصر جرذان داعش الإرهابي في المحافظات العراقية. طيب سيد عدنان، يعني لا تزال العراق تشهد واقع أمني متردي وكركوك بشكل خاص، يعني ما الأسباب وراء تردي هذا الواقع الأمني؟ يعني يبدو أنه الخروقات في محافظة هي سياسية محافظة، الدول تعبث من خلال الأجهزة المخابراتية بأذرع سياسية متعاونة معها داخل الأرض العراقية، وهذا أيضا كشف في الآونة الأخيرة. يعني كشفت هنالك واجهات ومحطات تعمل لصالح جهاز مخابراتي لأحد الدول الشقيقة من شمال العراق، وهنا تحدثت بصورة خاصة على الجارة تركيا، لأنه تركيا تحاول العبث بأمن العراق من خلال عناصرها المجندين، عناصرها العاملين، وأيضا المصادر الذين جندوا للعمل للمخابرات التركية. فبالتالي كشفوا هؤلاء من قبل جهاز المخابرات الوطني العراقي، وأصبحوا اليوم مرصودة تحركاتهم بأدق تفاصيلها، لكنهم ينتظرون ساعة الصفر لإلقاء القبض على هذه الشبكات المترابطة. وأنا شخصيا اطلعت على بعض الأجزاء من هذه العملية، فأعتقد اليوم لدينا صحوة ولدينا معلومات كافية عن التحركات، لكنه ننتظر قرارات سيادية لتنفيذ أوامر القبض. طيب ما السبل الواجب اتباعها لتفادي هذه النقطة الضعيفة أمنيا أتحدث؟ يعني هي واضح انه جدا يقضي الخطر للاجهزه الامنيه العراقيه، تضافر الجهود هو الذي يفوت الفرصه على العابثين بامن العراق. فاعتقد نتمنى من القياده العراقيه ان تطهر الاجهزه الامنيه من المرتبطين سياسيا، لان هؤلاء تقف خلفهم اجهزه مخابراتيه. كل الذين ارتبطوا سياسيا وبالتالي يقومون بتنفيذ رغبات الكتل السياسيه وزرعوا ضمن القبة التشريعية التنفيذية يعني بالأجهزة الأمنية، فأعتقد دول أصبحوا وباء على الأجهزة الأمنية. وعلى الحكومة العراقية اليوم تطهير كل القوات المسلحة العراقية، أبناء القوات المسلحة العراقية، سواء كان أبناء الجيش العراقي أو أبناء الشرطة العراقية أو بقية الأجهزة الأمنية من الذين لديهم ارتباطات حزبية، لأن هؤلاء يعبثون بأمن العراق أو ربما يتعاونون مع جهات معينة ضاغطة على أحزابهم السياسية، وبالتالي لا يستطيعون الخروج من هذه الدائرة التي تؤثر على أمن الأرض. من بغداد كنت معي الخبير الأمني والاستراتيجي عدنان الكناني، شكرا على هذه المداخلة.